بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، نلتقي معكم اليوم على منصة معارف التركية للتعليم عن بعد في درس جديد عنوانه بإذن الله الفعل المبني المجهول. يوم الجمعة 2 شعبان 1441 هجرية الموافق 27 مارس 2020 ميلادية. المادة اللغة العربية. المجال نحو. الموضوع الفعل مبني للمجهول. الأمثلة: كتب الدرس. اثنين: تكتب الدروس. يسجل الغياب. سجل الغياب. سجل الغياب. كتب الدرس. كتب الدرس هنا، كتب هنا فعل ماض مبني المجهول، لأننا لا نعرف فاعله، لم يظهر فاعله. فهما الفعل نوعان، إما أن يكون مركبا للمعلوم أو يكون مركبا للمجهول. فإذا كان مركبا للمعلوم عرف فاعله، نقول كتب الولد الدرس، هذا فعل مركب للمعلوم، أي أنه معلوم الفاعل، فاعله ظاهر. أما إذا فقدنا الفاعل، اختفى الفاعل ولم نعرف الفاعل، فإن الفاعل يختفي ويأتي ويحل محله نائب فاعل، وتظهر هنالك تغيرات على مستوى الفعل. هذه التغيرات هذه التغيرات تتجسد فيما يلي. نقول كتب الولد الدرس، هذا هنا فعل مركب للمعلوم، أي أن فاعله معلوم، الكاتب هنا هو الولد والمكتوب هو الدرس. فإذا ركب الفعل للمجهول يختفي الفاعل نهائيا ويصبح المفعول به نائب فاعل، فنقول كتب الدرس. كتب الدرس. ويركب الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، نقول كتب بدل كتب، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. انتبهوا معي. إذن يركب الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وكسر ما قبل آخره، وكسر ما قبل آخره. يركب الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره. كتب. كتب. إذن هذا بالنسبة للفعل الماضي. بدل نقول كتب الولد الدرس، فتكون يكون الفاعل ظاهر والمفعول به، ليكون المفعول به فيكون المفعول به يكون الفاعل ظاهرا والمفعول به ظاهر. عندما نقول كتب الدرس يختفي الفاعل نهائيا ويحل ويأتينا حل محله نائب فاعل. إذن إذن كتب الدرس، نقول كتب الدرس. فالفعل الماضي يركب للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، كسر ما قبل آخره. كتب الدرس. فنقول كتب الدرس. فتصبح أو كتبت الدروس. فكتب الدرس أو سجل الغياب. فهنا تلاحظ أن الفعل أوله مرفوع، الحرف الأول منه، والحرف قبل الأخير مكسور. فيبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره. فنقول سجل الغياب. سجل الغياب. فسجل هنا فعل ماضي مبني للمجهول، والغياب هنا نائب فاعل.
فيختفي عن الفعل فعل نهائيا ويحل محله نائب فعل. هذا بالنسبة للفعل الماضي. أما بالنسبة لي فعلي الفعل المضارع فإنه يركب للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. نقول تسجل أو يسجل الغياب، والأصل يسجل المعلم الغياب، فهنا هذا فعل مركب للمعلوم، هذا هنا فعل مركب للمعلوم، فنقول يسجل المعلم الغياب. فالفعل هنا ظاهر هو المعلم، والمفعول به هو الغياب. لكن إذا ركب هذا الفعل المجهول فنقول يسجل الغياب، فيختفي الفاعل ويحل محله نائب فاعل. فنقول يسجل فعل مضارع مبني للمجهول، والغياب هنا اسم مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره نائب فاعل. فالفعل الماضي يبنى للمجهول بضم أوله وفتح وكسر ما قبل آخره. أما الفعل المضارع فبضم أوله وفتح ما قبل آخره. نقول كتب، هذا مركب المعلوم، وإذا أردنا أن نركب نقول كتب، ونقول يكتب ويكتب إذا أردنا أن نركب هذا المجهول نضم أولها ونفتح ما قبل آخره. واضح؟ إذن الفعل يركب للمجهول إن كان ماضيا بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا بضم أوله وفتح ما قبل آخره نقول تكتب دروس، هذه هنا فعل مضارع مركب للمجهول، تكتب دروس أوله مضموم والحرف قبل الأخير مفتوح، تكتب الدروس يسجل الغياب ونقول كتب الدرس قرئ الدرس فهم الدرس. فالفعل الماضي يركب المجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره. فنقول كتب، إذا أردنا أن نركب هذا المجهول نقول كتب، وإذا أردنا أن نركب الفعل المضارع يكتب أردنا أن نركب هذا المجهول نقول يكتب الدرس بضم أولها وفتح ما قبل آخرها إذن يركب الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويركب الفعل المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. مثال فهم الدرس، فهم هنا فعل ماضي مركب مجهول، واضح مضموم الأولي ومكسور ما قبل الآخر، والدرس هنا اسم مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره نائب فاعل وعندما نقول يكتب الدرس يكتب هنا فعل مضارع مبني للمجهول، والدرس هنا نائب فاعل، فيكتب هنا فعل مضارع مبني للمجهول. ونلاحظ إذا لاحظ حركة المفترض فلاحظ أنه ضم أوله وفتح ما قبل آخر. فالقاعدة بسيطة، يبنى الفعل الماضي المجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع يبنى للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخر. بسيط جدا، الماضي والمضارع يشتركان في الضم، كلهما مضم الأول في حالة بناء المجهول، لكن الماضي يكسر ما قبل آخره، والمضارع يضم يفتح ما قبل آخره. فكتب فعل ماضي، إذا أردت أن تركب هذا المجهول تقول كتب ضم أولها وكسر ما قبل آخرها، ويكتب فعل مضارع، فإذا أردت تركيبها للمجهول فضم أولها وافتح ما قبل آخرها تقول يكتب إذا كان الفعل مركب المعلوم يظهر فاعله، نقول يكتب الولد الدرس. إذا كان مركب المجهول يكتب الدرس، يختفي الفاعل ويظهر نائب فاعل
فاعل مباشرة يتحول المفعول به إلى نائب فاعل، نقول كتب الدرس، فهم الدرس، يسجل الغياب، يسجل الغياب. إذن نعود ونكرر فنقول إن الفعل الماضي يبنى للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع يبنى للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، لكن الفعل المبني للمجهول يأخذ نائب فعل وليس فعل، أما الفعل المركب معلوم فيأخذ فعل. فنقول كتب الدرس، كتب الدرس، نقول كتب فعل ماضي ومبني للمجهول، والدرس اسم مرفوع على رفع الضم ظاهر نائب فعل. تكتب الدروس، تكتب الدروس، تكتب هنا فعل ماضي، فعل مضارع عفوا، تكتب فعل مضارع مضموم الأول، تكتب وفتح ما قبل آخره فهو مبني للمجهول، والدروس اسم مرفوع على رفع الضم ظاهر على آخره نائب فعل، نائب فعل. إذا تكتب الدروس، تكتب فعل مضارع مبني للمجهول، والدروس، الدروس اسم مرفوع على رفع الضم ظاهر نائب فعل، نائب فاعل، لأن الفعل ركب المجهول، والفعل إذا ركب المجهول يختفي الفاعل نهائياً ويتحول المفعول به إلى نائب فاعل، نائب فاعل. ونحن إذا قلنا تكتب الدروس لا نعرف ما الذي كتبه، لكنها هي فعلا كتبت. هنا الدروس ليست فاعل وإنما هي نائب فاعل. فالأصل في الكلام يكتب أو تكتب البنت الدروس، تكتب البنت الدروس، فحالة الفعل مركب المعلوم، هذه الجملة العادية. فإذا رقم الفعل للمجهول ضم أوله وفتح ما قبل آخره بالنسبة للفعل المضارع، فنقول تكتب الدروس، تكتب الدروس، فيختفي الفاعل نهائيا ويتحول المفعول به إلى نائب فاعل. فنحن هنا نقول تكتب الدروس، فالمعنى هنا أن الدروس كتبت، لكن من الذي كتبها لا نعرفه، لأننا لم، لأن الفاعل لم يظهر وإنما ظهر نائب فاعل. وبالتالي فإن الفعل الماضي يبنى المجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا بسيط جدا، بضم أوله بالنسبة للماضي وكسر ما قبله. نقول كتب كتب، شرب شرب، فهم فهم، واضح. أما بالنسبة للمضارع فبضم أول يبنى الفعل المضارع المجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، نقول يكتب يكتب، يفهم يفهم، يقرأ يقرأ، واضح. إذن يبنى الفعل المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتح الحرف قبل الأخير، فتح الحرف قبل الأخير، فتح الحرف الأول يكون مضموما والحرف قبل الأخير يكون مفتوحا. فنقول يكتب يكتب، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، أي وفتح الحرف قبل الأخير. إذن يبنى الفعل المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، ويبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وكسر ما قبل آخره، وكسر ما قبل آخره. فإذا بني الفعل للمجهول فإنه يختفي الفعل نهائيا ويتحول المفعول به إلى نائب فاعل. فنقول كتب الدرس، كتب فعل ماضي للمجهول، والدرس اسم مرفوع على رفع الضم ظاهر على آخره نائب فاعل، واضح. سجل الغياب، سجل فعل ماضي هنا بني للمجهول، مبني للمجهول، والغياب اسم مرفوع على رفع الضم ظاهر على آخره مفعول به، عفوا نائب فاعل، ضم ظاهر على آخره نائب فاعل. سجل الغياب، سجل فعل ماضي هنا مبني للمجهول، والغياب اسم مرفوع على رفع الضم ظاهر على آخره نائب فاعل. كذلك في المضارع نقول يسجل الغياب، يسجل الغياب بضم أوله وفتح ما قبل آخره، نقول يسجل فعل مضارع مبني للمجهول، فعل مضارع مبني للمجهول، والغياب اسم مرفوع على رفع الضم ظاهر على آخره نائب فاعل، نائب فاعل، نائب فاعل. يكتب الدرس، يكتب فعل مضارع، واضح أنها مبنية للمجهول لأن أولها مضموم، الحرف الأول منها مضموم، وما الحرف قبل الأخير مفتوح، وهذه علامة
الفعل المضارع المبني للمجهول فيضم اوله ويتفاقم لاخره، فيكتب فعل مضارع مبني للمجهول. الدرس اسم مرفوع على طرف الضم مضارع نائب فاعل. اذا القاعده تقول ماذا؟ تقول يبنى الفعل الماضي للمجهول او يركب نفس المعنى، يركب الفعل الماضي للمجهول بضم اوله وكسر ما قبل اخره. كتب كتب، ضرب ضرب، ضرب ضرب، ضرب الولد، فهم فهم. اما بالنسبه للفعل المضارع فالامر بسيط جدا، يبنى او يركب الفعل الماضي المضارع المجهول بضم اوله وفتح ما قبل اخره، فنقول يكتب، هذا فعل مضارع. اذا اردنا ان نبنيها للمجهول وركبها للمجهول نقول يكتب، نضم اولها ونفتح ما قبل الاخير. يكتب، يقرا، يفهم، يشرب الى غير ذلك. إذن الفعل الماضي يبنى للمجهول او يركب للمجهول بضم اوله وكسر ما قبل اخره. الفعل المضارع يركب للمجهول بضم اوله وفتح ما قبل اخره، ما قبل اخره. إذن الفعل الماضي يبنى للمجهول بضم اوله وكسر ما قبل اخره. نقول كتب الدرس، تكون هنا كتب فعل ماضي مبني للمجهول، والدرس اسم مرفوع على رفع الضمه الظاهره اخره نائب فاعل، نائب فاعل، لان الفعل لان الفاعل اختفى، اختفى. نقول كتب الدرس، نحن لا نعرف من الذي كتب الدرس، من الذي كتب الدرس. فالفعل المركب المعلوم يظهر فيه الفاعل المفعول به، كتب الولد الدرس، هذا هنا فعل مركب للمعلوم، كتب الولد الدرس، عرفنا فاعله. اما اذا ركب المجهول نقول كتب الدرس، كتب الدرس، اختفى الفاعل نهائيا وحل المفعول به محل الفاعل فأصبح نائب فاعل، نائب فاعل. فنحن لا نعرف من الذي كتب الدرس. ها؟ يفهم الدرس، عرفنا أن الدرس فهم، لكن من الذي فهم الدرس؟ لا نعرفه، لأننا لدينا نائب فاعل. يفهم فعل مضارع مبني للمجهول، ها؟ لأنه ضم أوله وفتح ما قبل آخر، يفهم. والدرس اسم مرفوع على رفع الضم الظاهر على آخره نائب فاعل، نائب فاعل. إذا القاعدة هي كالتالي: يبنى الفعل الماضي المجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وكذلك يركب الفعل الماضي المضارع المجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. فنقول يكتب الدرس، يفهم الدرس، واضح. يقرأ الكتاب، فالكتاب هنا نائب فاعل وليس فاعلا، واضح. إذن القاعدة يركب أو يبنى، نفس الترتيب، يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبله، كتب. والفعل المضارع يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وفتح ما قبله، نقول يكتب، 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 يفهم، يفهم، يجلس، لا عفوا، يقرأ، 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 يقرأ. فالفعل يبنى للمجهول بضم أوله الماضي وكسر ما قبل آخره، والمضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، ما قبل آخره. إذن القاعدة تقول ماذا؟ تقول إن الفعل الماضي يبنى للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره. فإذا كان الفعل مبني للمجهول يختفي الفاعل نهائيا ويظهر لنا نائب فاعل، يظهر لنا اسم مرفوع نائب فاعل وليس فاعلا، لأن الفاعل اختفى. نقول كتب الدرس، فليس هنالك فاعل وإنما هو نائب فاعل، فهنا الفعل غير معلوم مبني المجهول، لأن فاعله جهل، فإذا جهل فاعله فأصبح مبني المجهول، وإذا علم فاعله فهو مركب المعلوم. فالفعل إما أن يكون مركبا للمعلوم، أي ظاهر الفعل، فاعل، فاعله ظاهر، وإما أن يبنى للمجهول، ففاعله غير، لا يظهر فعل، لا يظهر، يختفي فاعله ويحل محله نائب فاعل. ولم نقل فاعل وانما قل انتبهوا معي العباره نائب فاعل، نائب فاعل وليس فاعلا. في الفعل المركب المعلوم الفعل العادي يظهر الفاعل، يكتب الولد الدرس، والولد هنا فاعل معروف، هذا فعل مركب المعلوم، فاعله منه والولد. اما عندما يقول يكتب الدرس فيختفي عن الفاعل نهائيا وياتينا نائب فاعل، فنقول يكتب فعل مضارع مركب المجهول، و الولد الدرس اسم مرفوع على رفع الضمه الظاهره نائب فاعل. اذا واضح. اذا
الفعل يبنى الفعل الماضي المجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويبنى الفعل المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتح ما قبل آخره. فإذا بني الفعل للمجهول اختفى الفاعل وحل محله نائب الفاعل. واضح؟ عندما تقول كتب الولد الدرس، هذه هنا شمل فعلية متكاملة، فعل وفاعل ومفعول به. عند هذا الفعل مركب المعلوم، معلوم الفاعل. فإما عندما يجهل فاعله فهو أصبح مبني المجهول، هذا معناه مبني المجهول. فتقول كتب الدرس فيختفي عنك الفاعل نهائيا ويتحول المفعول به إلى نائب فاعل. إلى نائب فاعل. فتقول الدرس اسم مرفوع على تحت المضارع الآخري نائب فاعل، لأن الفعل هون لا يعلم فاعله، مجهول الفاعل فهو مبني المجهول. وهذا معنى البناء المجهول. معنى البناء المجهول أن الفعل لا يوجد له، لا يظهر له فاعل، وإنما يظهر له نائب فاعل. كتب الدرس، ما لا نعرف من كتب الدرس. إذا كنا نعرف من كتب الدرس نقول كتب محمد الدرس، محمد هنا هو الكاتب والفاعل. أما إذا لا وجدنا الدرس مكتوبا ولم نعرف من كتبه نقول كتب الدرس، من كتبه لا نعرفه، فالدرس هنا نائب فاعل، والفعل هنا مبني للمجهول لأن فاعله غير معلوم. إذا علمنا الفاعل فالفعل مركب للمعلوم، وإذا لم نعلم الفاعل فالفعل مركب للمجهول. واضح هذا الماضي؟ إذن يتضح لنا. والفعل الفعل نوعان، إما يكون فعل ماضي فيبنى المجهول بضم أوله وكسر ما قبله، كتب كتب كتب، ضرب ضرب، قرأ قرئ، شرب شرب. وإما أن يكون فعلا مضارعا فيبنى للمجهول بضم أوله وفتح ما قبله، يكتب. إذا أردنا أن نواكب نقول يكتب. إذا كنا نعرف من الكاتب نقول يكتب المعلم الدرس. أما إذا وجدنا الدرس مكتوبا ولم نعرف من الذي كتبه نقول يكتب الدرس. هذا هو الفعل المضارع مبني للمجهول، والدرس هنا اسم مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره نائب فاعل. بالتالي هنا نائب فاعل وليست فاعلة. فالقاعدة هي كالتالي: يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، مثل كتب، سئل، فهم، نحرج. كتب أصلها كتب بضم أولها وكسر ما قبل آخره، كتب. سأل إذا أردت أن تركبها المجهول تقول سئل بضم أولها وكسر ما قبل آخره، حرف قبل آخره. دحرج إذا أردت أن تركب المجهول تقول دحرج، بالنسبة للفعل الماضي. يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، مثل كتب، سئل، فهم، دحرج. أما بالنسبة للفعل المضارع فيبنى الفعل المضارع المجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. كيف يسجل؟ يفهم، يتوقع. أصلها يسجل، فإذا أردت تركيب المجهول ضم أولها وفتح ما قبل آخره تقول يسجل. يتوقع إذا أردت أن تركبها المجهول قل يتوقع، ضم أولها وافتح ما قبل آخره. إذن واضح، يبنى الفعل الماضي المجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، ما قبل آخره. كتب، وهم، دحرج، قرئ، إلى غير ذلك. يبنى الفعل المضارع المجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، مثل يسجل، يتوقع، يفهم، يقرأ. واضح؟ إذن القاعدة واضحة. نعم، التطبيق: أعرب مالي فهم الدرس بشكل جيد. هذه الجملة مطلوب منك إعرابها إعراب مفردات إعراب مفصل. الجملة الثانية: يستقبل الرئيس من طرف الوزير. يستقبل الرئيس من طرف الوزير، مراد إعراب هذه الجملة إعراب مفردات وإعرابا تاما. وفي نهاية الدرس أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حصة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.